شيماء العيدي أول عربية تنشئ موقعاً إلكترونياً للتبرع بالخلايا الجذعية للأطفال المصابين بسرطان الدم أينما وجدوا في العالم. شيماء، كيف فعلت ذلك؟ أنقذت الحمد لله من فضل ربي ما يقارب 200 ألف طفل .86 بإنشاء موقع، أول موقع عالمي لتبرع بالخلايا الجذعية لأطفال سرطان الدم مجاناً. الموقع يكفل وجود المتبرع وياخذه يوديه محمول مكفول التكاليف على حساب الموقع طبعاً لوين ما كان الطفل. أصبت بنعمة مرض السرطان من تقريباً 2 و4 شهور أو تقريباً 2 و6 شهور. الحمد لله من فضل ربي أن أنا قدرت أتمالك نفسي، أعطيت لنفسي الحق أني أحزن ساعة فقط. من بعد نعمة السرطان اكتشفت أن أطفال سرطان الدم محتاجين تبرع بالخلايا الجذعية وما حد عارف هذا الشيء، وأنا سويت الحمد لله. لذلك وجدت في ذلك خيرة، عرفت أن مرضي هو خيرة لهذه الفئة من الناس. آلية التبرع جدا بسيطة، أنا في بداية الأمر حطيت الموضوع أنه ممكن ترسلون إيميل بتقاريركم الطبية اللي تؤهلكم للتبرع، لكن وجد بعض الناس صعوبة كبيرة وفي ناس ما تعرف تتواصل، فسهلته وبسطته لدرجة أنه ممكن طفل عمره 5 سنين يقدر يرسل التقرير، يسوي كابتشر على التقرير، يصور التقرير ويرسله دايركت مسج انستغرام أو دايركت مسج سناب، والموقعين موثقين، ويرسله لي وأنا أشوفه، أتابع الحالة. إذا المتبرع قادر أنه يتبرع وطابق هني يروح حق المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الستاف الطبي كامل. أنت أيضاً سفيرة السعادة، ماذا تفعلين لتسعدي العالم حولك؟ أصبحت سفيرة للسعادة بسبب ابتسامتي. أنا دايماً أكتب مقالات في الانستغرام، مقالات توعوية لكن مبطنة بالسعادة، يعني ما أيهم بحد السيف، دايماً أخليهم يبتسمون رغم الصعاب، رغم المشاكل، رغم الأمراض. عالجوا كل مشاكلك بحب، مو محتاجة هدية ولا شيء غالي ولا تمنى ولا أنا سويت وأنا عطيت. عينك على العالم.